فأشرعوا في ممارسة مهامكم في الرقابة والتشريع، ونحن معكم. في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة يناير، الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للقيام بمهامه في الرقابة والتشريع. توافد المواطنين على ميدان التحرير للاحتفال بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة وسط تواجد أمني مكثف. المبعوث الأممي إلى سوريا يستعرض اليوم تطورات انعقاد مفاوضات جنيف بشأن إحلال السلام في سوريا. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم على شاشة النيل الأخبار. تحية لكم، أهلا بكم. في كلمتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة يناير، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء مجلس النواب بالاطلاع بمهامهم في الرقابة والتشريع. شدد الرئيس على أن مصر أصبحت وطنا للجميع، وأيضا أنها ليست لجماعة بعينها، وأن الثورة التي ضحى فيها أبناء هذا الوطن بأرواحهم جاءت لإحياء قيم النبيلة ولتأسيس مصر الجديدة، مشددا على أن شباب الوطن هم ذخيرته. عدة رسائل هامة حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 5 أعوام على ثورة 25 من يناير، لعل أولها التأكيد على أن الشعب صحح مسار ثورته التي حاول البعض اختطافها، فتحرك خلال ثورة 30 يونيو ليستعيد إرادته الحرة ويحقق آماله المشروعة. إن أي عمل إنساني يخضع للتقييم، وما اعترى تلك الثورة من انحراف عن المسار الذي أراده لها الشعب لم يكن من قبل أبنائها الأوفياء، وإنما جاء نتاجا خالصا لمن حاولوا أن ينسبوها لأنفسهم عنوة، وأن يستغلوا الزخم الذي أحدثته لتحقيق مآرب شخصية ومصالح ضيقة تنفي عن وطننا اعتداله المعهود وسماحته المشهود لها. ولكن الشعب الذي ثار من أجل حريته وكرامته صوب المسار وصحح المسيرة، فجاءت ثورة 30 يونيو لتستعيد إرادة الشعب الحرة وتواصل تحقيق آماله المشروعة وطموحاته المستحقة. الرئيس السيسي جدد كذلك خلال كلمته تقدير الدولة لتضحيات شهداء الوطن، مؤكدا أن إنجاز الاستحقاق الانتخابي يلقي بمسؤولية جسيمة على عاتق نواب الشعب في ممارسة مهام الرقابة والتشريع. لقد أنجزنا معا الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية، واكتمل البناء الديمقراطي والتشريعي لمصر بانتخاب مجلس النواب الجديد. وأقول لنواب الشعب، مسؤوليتكم جسيمة ومرحلتنا تاريخية، تقتضي منا جميعا أن نرتقي إلى عظم المهمة الوطنية الملقاة على عاتقنا، فأشرعوا في ممارسة مهامكم في الرقابة والتشريع، ونحن معكم نساندكم وندعمكم ونوفر لكم مناخا إيجابيا وحرا. الرئيس أوضح خلال كلمته أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، وأن ما تحقق خلال العامين الماضيين على كافة أصعدة العمل الوطني مكن البلاد من التحول من وطن لجماعة إلى وطن للجميع. إن تقييما منصفا وموضوعيا لما حققته مصر خلال أقل من عامين على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية يوضح أن بلادنا تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع، من حكم يعادي الشعب وكافة قطاعات الدولة إلى حكم يحترم خيارات الشعب ويسعى جاهدا لتحقيق آماله، ويضمن مناخا إيجابيا لعمل قطاعات ومؤسسات الدولة. إننا نتحرك على كافة الاتجاهات الداخلية والخارجية، ندشن وننفذ
مشروعات تنموية وإنتاجية ومشروعات صغيرة ومتوسطة تراعي احتياجات الشباب. الشباب هم وقود عمل الوطن وذخيرته، وأن ما تقوم به الدولة من إصلاح اقتصادي وتنموي إنما يستهدف هذا القطاع العريض. هذا ما أكده الرئيس السيسي خلال كلمته، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد من أجل أن يحيا الوطن. إذا كان الشعب المصري هو سلاح الوطن لمواجهة التحديات، فأنتم ذخيرته ووقود عمله، وكل ما تحرص الدولة على إحرازه فإنما هو لكم ولأبنائكم في المستقبل. فأنتم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصري، وعامل رئيسي من عوامل تقدمه ونهوضه. وختاما أقول، لن ينهض هذا البلد سوى بجهودكم أنتم يا أبناء مصر، بعملكم الجاد، بعقولكم المبدعة، وسواعدكم القوية. علاء رشوان، النيل. بدأ عشرات المواطنين في التجمع بميدان التحرير للاحتفال بذكرى ثورة 25 من يناير وعيد الشرطة، وحرص المواطنون المجتمعون على تحية رجال الشرطة المنتشرين في الميدان. ومن جانبها عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها في جميع أنحاء البلاد، ونشرت قواتها في محيط الأماكن الحيوية لتأمين هذه الاحتفالات. وشهد ميدان التحرير ومحيط مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو تواجدا أمنيا مكثفا، كما تم إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة والجيزة. نفى مراسل قناة النيل الأخبار ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروج مسيرات لتنظيم الإخوان الإرهابي في منطقة المطرية بالقاهرة. وفي تصريح خاص للنيل الأخبار، هنأ مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة والثورة وذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير. وقد جاء ذلك خلال تفقد مدير الأمن للخدمات الأمنية في عدد من الميادين لمتابعة انتظام الحالة الأمنية، لافتا إلى أن هناك تعليمات للتعامل الفوري لأي تجاوزات أو أي خروج عن القانون. احنا بنهني الشعب المصري وطبعا باحتفالات عيد الشرطة واحتفالات ثورة 25 يناير، وان شاء الله بإذن الله مصر في أمان واستقرار دائما. بنطمن الجميع ان الحمد لله يعني الخطة الأمنية اللي أعدتها وزارة الداخلية يعني على مستوى الجمهورية والمدينة القاهرة تحديدا، الحمد لله يعني في إحكام أمني تام على جميع الميادين وجميع المحاور، ويعني الحمد لله حتى الآن لم يتم رصد أي تجاوزات. وإذا يعني لا قدر الله حصل أي حد فكر إن هو يتجاوز، سيتم يعني التعامل معه بكل حزم وقوة فورا. نعلم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ميدان التحرير مراسل أنيل منذر أبو دوح. منذر، انقل لنا الصورة لديك الآن في ميدان التحرير. بالفعل على الرغم من برودة الجو والأمطار التي تستمر في الهطول على منطقة ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، إلى أن هناك بعض المواطنين الذين جاءوا للاحتفال بثورة 25 من يناير يحملون شعارات تعبر عن فرحتهم وفي ذكرى ثورة 25 من يناير المجيدة، مع استمرار فتح ميدان التحرير أمام المواطنين وحركة السيارات. كما ترون خلفي السيارات متواجدة وتمر بسلام وأمان، مع تواجد أمني مكثف من قبل قوات الأمن الداخلية وخاصة قوات الأمن المركزي التي تواجد بكثافة لتأمين هذه الاحتفالات وتأمين تواجد المواطنين في ميدان التحرير. وكذلك المباني أو المصالح الحكومية المنتشرة في منطقة وسط البلد، هناك أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي وكذلك قوات الجيش التي تقوم بتأمين هذه الأماكن، وذلك تأمينا من حدوث أي أعمال إرهابية أو أي أحداث تعوق أو تعكر صفو احتفالات المواطنين في ميدان التحرير بذكرى ثورة 25 من يناير المجيدة. مع استمرار فتح ميدان التحرير أمام المواطنين ومنطقة وسط البلد، لكن أعتقد برودة الجو والأمطار الخفيفة المستمرة في الهطول أثرت على أعداد المواطنين المقبلين على التواجد أو التوافد إلى ميدان التحرير للاحتفال بذكرى ثورة 25 من يناير. أشكرك شكرا جزيلا منذر أبو دوح على هذه المتابعة من ميدان التحرير.
وينضم إلينا أيضا من مدينة نصر الزميل عمرو عبد العزيز مراسل النيل. عمرو، يعني كيف تصف لنا الصورة لديك الآن وأبرز وآخر تطورات الأوضاع لديك في مدينة نصر وذلك في الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير؟ نعم رهام، يعني هو مشهد ربما لم يختلف منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة، وهو يعني ربما ما يؤثر في هذا المشهد بشكل كبير هو برودة الطقس الواضحة لدى الكثير، يعني قليل من المواطنين من يتواجدون في الشوارع، هناك انسيابية كبيرة جدا ملحوظة في المرور. ربما الزميل ريمون ذكري يستطيع أن يرصد لنا انسيابية المرور من خلال عدسة الكاميرا. أيضا يعني إذا انتقلت من هذا المحور والحديث عن الإجراءات الأمنية المتبعة في هذا اليوم، فهي بالطبع إجراءات استثنائية، يعني تحدثنا مع عدد من القيادات الأمنية عن طبيعة التعامل في هذا اليوم وأكدوا أن هناك يعني رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى من قبل قوات الشرطة التي تؤمن المناطق الحيوية والمؤسسات الحيوية هنا في منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة والمطرية ويعني كافة مناطق محافظة القاهرة بشكل كبير. هناك استعداد للتعامل مع أي محاولات الشغب أو العنف أو تعكير صفو الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير. أيضا هناك استعدادات قصوى من قبل وزارة الصحة من خلال سيارات الإسعاف ومن قبل قوات الدفاع المدني سواء من المطافي أو غيرها من أجهزة الدولة المعنية بالتعامل في هذا اليوم في كافة الظروف. يعني أنا أتحدث إليك من ميدان الشهيد هشام بركات، سابقا ميدان رابعة العدوية، هذه المنطقة التي شهدت أحداث كثيرة، أحداث عنف وأحداث اعتصام، حتى تم فض هذا اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية. هذه المنطقة يعني منتظمة الأمور فيها تماما، هناك سيطرة من قوات الأمن بشكل كبير، من حين إلى آخر يمر بعض المواطنين الذين يعطون الورود لقوات الأمن، ويعني كنوع من أنواع الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وكنوع من أنواع يعني الشكر لمجهود قوات الأمن والمؤسسات أو الأجهزة المختلفة التي تعمل في هذا اليوم رغم برودة الطقس الشديدة. مررنا على الكثير من المناطق هنا يعني المختلفة التي شهدت أحداث شغب في الماضي والتي كان من المتوقع أن يكون فيها أي محاولات لتعكير صفو عمليات الاحتفال، على سبيل المثال مسجد السلام في حي العاشر عند مساكن أو المدينة الجامعية لطلبة الأزهر، يعني كافة المناطق منتظمة فيها الأمور تماما، هناك سيطرة من قبل قوات الأمن بشكل كبير. إليك ريهام. جزيل الشكر الزميل عمرو عبد العزيز موفد قناة النيل الأخبار والمتواجد حاليا في حي مدينة نصر، شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوفية. وما زلنا معكم في جولة مراسلين لرصد الأوضاع في مناطق مصر المختلفة من منطقة الهرم، تنضم إلينا مراسلة النيل أمل صبري. أمل، يعني معظم مراسلين وصفوا الوضع اليوم بالهادئ وحالة من السيولة المرورية، وحتى إذا كانت هناك تجمعات الاحتفال فهي بسيطة إلى حد ما، كيف تبدو الأوضاع لديك في الهرم؟ مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين، نتحدث إليكم الآن بالفعل من محافظة الجيزة وتحديدا من شارع الهرم في إطار متابعتنا منذ الصباح الباكر للذكرى الخامسة لثورة 25 يناير وأيضا الاحتفالات بعيد الشرطة 64. يمكن لاحظنا منذ الصباح الباكر انسيابية في الحالة المرورية في كافة شوارع وميادين محافظة الجيزة، ربما يرجع ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة أو لأن اليوم هو يوم عطلة رسمية. أيضا هناك حالة من التجديدات الأمنية والتكثيف الأمني في كافة شوارع وميادين المحافظة، هناك تعزيزات أمنية شديدة في مختلف المحافظة وفي كافة أرجائها. يعني بالنسبة لوجود أو تواجد المواطنين في الشوارع، هناك انخفاض في أعداد المواطنين المتواجدين في محافظة الجيزة، أيضا انخفاض في عدد السيارات المرة في المحافظة. الإدارة العامة لمرور الجيزة كانت قد أعلنت عن هذا اليوم أو رفعت شعار الحرب ضد الإرهاب. أيضا الجهات الأمنية أعلنت التصدي بكل حزم وقوة ضد كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون أو إثارة أي أعمال يكون من شأنها إثارة الفوضى أو عدم الاستقرار في الشارع المصري بشكل عام وفي الشارع الجيزاوي بشكل خاص. أمل صبري مراسلة النيل متحدثة إلينا من شارع الهرم، شكرا جزيلا لك.
توافد المواطنون على الميادين الرئيسية بمحافظة الفيوم للاحتفال بذكرى ثورة 25 من يناير وكذلك الاحتفال بأعياد الشرطة. شارك المواطنون احتفالاتهم مدير أمن الفيوم اللواء ناصر العبد والقيادة الأمنية هناك، حيث قام مدير الأمن بتوزيع الأعلام على المواطنين وأكد أن هناك 25 فرقة قتالية منتشرة في مراكز المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والحكومية. كما توافد أيضا المواطنون على الميادين الرئيسية بمحافظة الغربية للاحتفال بذكرى ثورة يناير وأعياد الشرطة. وشارك كبار قيادات مديرية الأمن بالغربية المواطنين هذه الاحتفالات، وأكد الجميع ضرورة العمل من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق أهداف ثورة يناير و30 من يونيو. هنا الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ورجال الشرطة بمناسبة ذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير وعيد الشرطة. وأكد الأزهر الشريف ثقته في أن الشعب المصري لن ينجرف إلى دعوات التخريب والعنف التي أطلقتها بعض الأنظمة والجماعات المشبوهة في الداخل والخارج، والتي لا يهمها إلا أن تحقق مصالحها الحزبية والسياسية المغرضة حتى لو كان ذلك على حساب دماء المصريين وأرواحهم. وطلب الأزهر بأن تكون هذه الذكرى مناسبة للعمل والبناء. أعلن المتحدث باسم مترو الأنفاق أنه تقرر إغلاق محطة السادات بالخطين الأول والثاني اليوم، وذلك لدواعٍ أمنية. أضاف المتحدث أن قرار الإغلاق جاء بناء على طلب من الجهات الأمنية، مؤكدا أن حركة المترو ستكون طبيعية بباقي محطات الخطوط الثلاث. بعد مرور 5 سنوات على ثورة 25 من يناير، يرى المراقبون للمشهد السياسي المصري أن التحدي الأكبر الذي يواجه المصريين هو العمل الجاد من أجل تحقيق أهداف هذه الثورة المجيدة. ويرى آخرون أن الأهداف السياسية تحقق معظمها باكتمال مؤسسات الدولة، فيما لا يزال الجانب الاقتصادي يحتاج إلى مزيد من الجهد وخاصة العدالة الاجتماعية. اولا شكرا لكم جزيلا واعتذر عن مشاهدينا الكرام، نتابع الان هذا المؤتمر الصحفي ونعود مره اخرى لاستكمال اخبارنا في بانوراما نيل. لدينا احدث التطورات، نحن نتحرك بشكل سريع. في النهايه دعوني اقدم لكم هالة متار، زميلتنا، هي مديرتي في دمشق، وهي ايضا لديها خلفيه كبيره في التواصل، كانت مدير الاتصالات والمعلومات في القاهره، وايضا ستكون المسؤوله والمتحدث الرسمي في بشان المحادثات بشأن سوريا في جنيف نيابة عني، وهي ستكون نقطة الاتصال بيني وبين وسائل الإعلام في المقابلات وفي أي اتصالات بشأن الخلفية وأيضا بشأن جمع المعلومات التي أحتاجها، وهذا هو الفريق الذي عليكم أن تعرفوه جيدا. الآن أنتقل إلى موضوعنا الأساسي. يجب أن تعلموا جيدا بأن هناك آراء مختلفة كثيرا فيما يتعلق بقائمة الدعوة. كما تعلمون هذه القضية لا تزال محل اختلاف. المناقشات حدثت في العديد من العواصم. كان هناك اتصال مع وزير الخارجية السيد كيري، وأيضا وزير الخارجية الروسية السيد لافروف، وأيضا هناك مباحثات متواصلة مع العديد من المسؤولين. أنا على وعي تماما بالخطر بشأن ما حدث في جنيف 2، وأنا تحديدا مهتم بشأن مسألة الدعوة المقدمة للأطراف، لأن لها تأثير لضمان بأن
أنه ليس هناك تأكيد لما حدث في جنيف اثنين. أيضا وزير الخارجية ووزراء الخارجية الآخرين معنيين بهذه القضية أيضا، ولدينا حرص شديد بشأن هذه القضية، ونريد أن نتأكد من كل شيء متى وأين نبدأ، ونبدأ بالطريقة السليمة. المناقشات متواصلة. دعوني أذكركم ببعض النقاط وأحدد لكم أين نحن. القرار الخاص بالأمم المتحدة رقم 2254 واضح بشكل جديد، وهو الانتهاء من قائمة المشاركين من الجانب السوري، مع الأخذ في الاعتبار اجتماعات موسكو والقاهرة، وتحديدا الاجتماع المثمر في الرياض في شهر ديسمبر. هذه هي الولاية التي تم تعيينها إلي من قبل مجلس الأمن. أيضا قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو أن يتم إدراج طيف من المعارضة يمثل الجميع. هذه الاتفاقات والآراء المختلفة بشأن من ينبغي أن يتم إدراجه في هذه القائمة. أيضا بدء المحادثات المقرر أن يكون اليوم 25 من يناير قد تم تأجيلها، ومن ثم فبدل من الإعلان عن بدء المحادثات فنحن لا نزال في موقف نعلنه لكم بأن تاريخ من وجهة نظري سيتم بدء إرسال الدعوات في الغد، والتاريخ الذي نستهدف أن نبدأ فيه المحادثات بين الأطراف السورية هو أن سيكون 29 من يناير. مسألة أيضا معايير الشمولية والوزن النسبي للأطراف المشاركة. الدعوات ستكون بشكل واضحة لتشمل المرأة والمجتمع المدني والأمين العام، وقد أوضحت له هذه الجزئية المتعلقة بالوفود المشاركة. سوف نتأكد من أن هناك تواجد كبير للمرأة لتقديم نصائح وللتأكد من أننا في الموقف السليم لتحديد مستقبل سوريا بمختلف أطيافه. أيضا مسألة الحوكمة، وأيضا وضع حكومة جديدة وإجراء انتخابات جديدة. ومع ذلك هناك نقاط رئيسية أعتقد أن ينبغي عليكم أن تكونوا على وعي بها. الأولوية لتركيز المحادثات هي إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق النار شامل، وأيضا أن يتم وقف انتشار داعش ومحاربته، وأيضا تقديم المساعدات الإنسانية. سوفا نسمع غدا، سيكون هناك مؤتمرا صحفيا خاصا ندعمه بشكل كبير مع زملائي من الجانب الإنساني، من أجل التمكن من الشرح لكم ما مدى أهمية وضرورة اتخاذ الإجراءات لتأكد من أن هذه المساعدات الإنسانية سيتم تقديمها. أيضا للحديث عن مستقبل سوريا، لا ننسى بنهاية المطاف بأن كل يوم نخسره هو يوم نخسره في المساعدات الإنسانية وفي وقف إطلاق النار. أيضا لا يكون هناك مراسم افتتاح احتفالية، يكون هناك مناقشات لن تكون بالشكل المعتاد هناك كافتتاحية. سيكون هناك محادثات سوف تبدأ في 29 وسوف تستمر لمدة 6 أشهر
وهذه هي الطريقة التي من خلالها نحاول أن نختلف في منهجنا عن الماضي من أجل أن نصل إلى ما نطمح إليه في تحقيق قصة نجاح في جنيف. هناك أيضا مخاطر سياسية سوف تستمعون إليها بحضوركم معنا في هذه الأحداث بدءا من التسعوى العشرين وأيضا من إرسال الدعوات للمشاركة وأيضا إعادة تحديد المواقف مرة أخرى تؤخذ في الاعتبار وأيضا الأمين العام حدد بشكل أساسي ليس هناك شروط مسبقة للمحادثات لكل المشاركة ليس هناك اتفاق شامل بشكل كامل ولكننا جميعا نشعر بأن ما حدث في الماضي في المنطقة والأطراف المعنية تحديدا يشعرون بأن هذه الشروط المسبقة سوف تجعل من الصعب الوصول إلى حلول أو اتفاق. أيضا سيكون هناك مطالبة بوقف إطلاق النار، سيكون هناك أيضا لا سيكون هناك ضرورة لوضوح كامل من مختلف الأطراف. هذا هو موقفنا حتى الآن وهذا هو ما توصلنا إليه حتى الآن. شكرا لكم جزيلا، شكرا للسيد مستورا. سوف نبدأ بمدام شي. شكرا جزيلا، أنا اسمي شين. هل يمكن أن تتحدثي بصوت أعلى أو تستخدمي الميكروفون؟ شكرا جزيلا، أنا اسمي شين من التليفون من التلفزيون الوطني الصيني، وكما بدأتم سيادتكم بالحديث عن البيان الختامي لجنيف حيث هذا البيان سيكون هو الأساس للمفاوضات التي ستعقد. الإجابة نعم، لا شك كل شيء سوف يبدأ بالبيان الختامي لجنيف والذي يعتبر هو المظلة لكل شيء سوف نقوم به في المستقبل، ولا شك في أن استغناء عنه في هذه الفترة. ونحن حددنا بشكل واضح ثلاث مجالات: الحوكمة ودستور جديد وانتخابات جديدة، وسيكون هناك دقة أكثر فيما يتعلق بمظلة البيان الختامي لجنيف. السيد أحمد، السيد أحمد، السيد ديمستورا، اسمح لي أن أسأل عن سيناريو المفاوضات إذا ما كنت محقا في التعبير. أنت تتحدث عن أربع مجموعات عمل متوازية، هل ستبدأ بهذه الطريقة أم ستتواصل مع كل طرف بشكل منفصل؟ بعد ذلك سوف تعمل في مجموعات عمل. شكرا جزيلا، هذه فرصة لتوضيح هذا الأمر. نتذكر ليس معنا حتى الآن عملية فيينا لم تبدأ، أيضا مسألة أزمة اللاجئين، أيضا التدخلات السورية، الشعور بأن داعش تتوسع وتحقق خطوات للأمام. لا يزال أمامنا إطار عمل لما يمكن أن يكون مناقشة لإعداد لما نقوم به في الوقت الحالي. نحن ننظر للأمام، نحن لدينا رسالة واضحة في فيينا بشأن المناقشات الأساسية الثلاثة. المجموعات العمل لم تعد قائمة بعد، هي في الماضي الآن وليست قائمة. نحن نتحدث عن محادثات بين السوريين، عن الحوكمة، عن إصلاح أو مراجعة الدستور والانتخابات الجديدة. بعد سوف نتحدث عن أكثر القضايا ملحاحا للشعب السوري، مثلا الدستور أو وقف إطلاق النار أو المساعدات الإنسانية. هذا لا يعني بالضرورة أننا لن في أي مناسبة لن نضع مجموعة عمل خاصة للوصول إلى
نقطة أو مجال علمي محدد فيما يتعلق مثلا بمجموعة مثلا وقف إطلاق النار، نحن نحتاج إلى مجموعة. مشاهدينا الكرام، تابعنا معا هذا الجزء الخاص من المؤتمر الصحفي للمبعوث الأمم المتحدة لسوريا ديمستورا، والذي استعرض فيه جهود إطلاق مباحثات التسوية السياسية في سوريا، والتي كان من المقرر أن تنطلق اليوم في جنيف، وكانت قد رجحت في السابق المعارضة السورية عدم انطلاقها، وذلك قبل يوم الجمعة المقبلة. ذكر ديمستورا أن قضية المدعوين إلى جنيف ثلاثة ما زالت عالقة حتى الآن، وذكر أيضا أن هناك مطالبة بوقف إطلاق النار سوف تكون خلال الأيام القادمة، وذكر أن ما حدث في المنطقة بيؤكد أن الشروط المسبقة التي كانت قد تم وضعها قبل ذلك لن تؤدي إلى الوصول إلى حلول واقعية على أرض الواقع. وذكر أيضا أنه مما لا شك فيه أن كل شيء سيبدأ من البيان الختامي لمؤتمر جنيف، والذي يعد بالفعل هو المظلة التي سيتم الاعتماد عليها في المستقبل، بالإضافة أيضا إلى أهمية مناقشة المخاطر الخاصة بتوسع تنظيم داعش الإرهابي خلال هذه المرحلة تحديدا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد حسين عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية. سيد حسين، أهلا بحضرتك. كيفن؟ حسين عبد العظيم، أهلا بك سيد حسين عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية. حسن عبد العظيم، سيد حسن، أهلا بحضرتك يا فندم. سيد حسن، يعني المعارضة السورية كانت قد رجحت عدم انطلاق مباحثات جنيف قبل يوم الجمعة المقبلة، وبالتالي أيضا ديمستورا أكد أن قضية المدعوين إلى جنيف ثلاثة ما زالت عالقة حتى الآن، ما الذي تتوقعه خلال الأيام القليلة القادمة؟ أتوقع يعني حل هذه الإشكالية، نعم، باعتبار أنه زيارة السيد جون كيري إلى المملكة العربية السورية وطلب من وزير الخارجية بأنه من الضروري أن يتوسع الوفد التفاوضي لتمثيل أطراف لم تحضر مؤتمر المعارضة في الرياض، نعم، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي والديمقراطي الكردي والاتحاد السرياني وجبهة التغيير والتحرير أخرى. فهذا يبدو فيه إصرار أمريكي بالاتفاق مع الاتحاد الروسي، مع وزير الخارجية الاتحاد الروسي، على حل هذه الإشكالية وعلى تشكيل وفد للمعارضة وازن مقبول يمثل جميع الأطراف، نعم، الأطراف وليس طرفا معينا يعني يبقى من حضروا في الرياض، نعم، يمثل من حضر مؤتمر المعارضة في الرياض ومن مؤتمر المعارضة في القاهرة وأيضا من قوى المعارضة التي حضرت لقاء مستثنين. هذا ضروري جدا وهام جدا، وهذا يتفق مع رؤيتنا في هيئة التنسيق الوطنية. هذه إشكال. طيب سيد حسن، في إطار ما ذكرته أيضا في إطار ما ذكره ديمستورا، هل تتفق مع ما قالوا تحديدا أنه البيان الختامي لهذا المؤتمر بيعد هو المظلة التي سيتم الاعتماد عليها خلال الفترة القادمة لاتخاذ أي قرارات خلال الأيام القليلة القادمة تحديدا؟ طبعا هذا مهم جدا، مهم جدا، ونحن نرى أن هناك جدية كبيرة بالتوافق الأمريكي الروسي، وهذا ينعكس على التوافق المجموعة الدولية التي تحضر لقاء فيينا، وينسجم ذلك لهذا الإصرار على تنفيذ بيان جنيف 30/6/2012 بكل آلياته التنفيذ وتطبيقه لتشكيل يعني اولا لاتخاذ الاذاعات الانسانيه مثل وقف اطلاق النار، تسجيل القتال، مثل اطلاق سراح المعتقلين والاسره، مثل فك الحصار وتسهيل مرور المنظمات الدوليه والاغاثه الانسانيه وكل انواع الادويه. هذا كله يهيئ الجو لحاضنه شعبيه سوريه وغير سوريه للحل السياسي. نعم، جزيل الشكر سيد حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني.
ومشاهدينا مستمرون معكم في متابعتنا الإخبارية، والآن نتحول إلى أهم أخبار الاقتصاد في هذه البانوراما. أهم أخبار المال والأعمال نتابعها مع الزميل مصطفى ميزار. تفضل مصطفى. شكرا لك ريهام الديب وأيضا ديني إبراهيم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل: روسيا تعرض إقامة تحالف مع مصر لإنشاء الصوامع لتخزين الأقماح والخدمات اللوجستية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. عرض رئيس الاتحاد التجاري الروسي فيدور لاكشين على وزير التموين الدكتور خالد حنفي إقامة تحالف استراتيجي مع مصر في مجال إقامة الصوامع والمطاحن لتخزين الأقماح والحبوب والخدمات اللوجستية. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن مصر ترحب بالتعاون المشترك مع دولة روسيا في مجالات الحبوب والأقماح وإقامة الصوامع والخدمات اللوجستية، وكذلك في مجالات إنتاج الزيوت والأعلاف. كما أوضح رئيس الاتحاد التجاري الروسي أنه سوف يتم عقد اجتماعات مصرية روسية أواخر الشهر الحالي بشرم الشيخ بحضور وزير الصناعة الروسي لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. تشارك وزيرة التعاون الدولي سحر نصر اليوم في اجتماع عربي مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأردنية عمان للإعداد لتكوين صندوق جديد يخص المنطقة العربية. يساعد هذا الصندوق المزمع تكوينه الدول المتأثرة بعدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي كليبيا وسوريا واليمن، وأيضا الدول التي تحتضن اللاجئين من هذه الدول. وأوضحت الوزيرة أن هذا الصندوق سيساعد في سد الفجوة التمويلية الموجودة في المنطقة. توقع عضو لجنة الاستثمار النيابية في العراق عبد السلام الملكي انهيار غير مسبوق للدينار العراقي أمام العملات الأخرى، وقال الملكي إن تراجع أسعار النفط سيتسبب في تراجع حجم الواردات من العملة الصعبة، وهو الأمر الذي يضر بالدينار. وأوضح الملكي أن التحويلات الخارجية بالدولار عبر البنك المركزي بلغت في عام 2014 نحو 55 مليار دولار، تنخفض في عام 2015 إلى 46 مليار دولار، خصصت معظمها للاستيراد من الخارج. قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن المؤسسة خسرت ما يقارب 4 ملايين برميل من النفط الموجودة بالخزانات، وذلك بسبب هجوم الهلال النفطي الأخير. وطلبت المؤسسة الوطنية الحكومة المؤقتة ومجلس النواب بتوفير الدعم الكامل لشباب حرس المنشآت النفطية ورجال الأطفاء في الشركات النفطية. يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوماً الأسبوع الجاري على منطقة الهلال النفطي، ما أدى إلى اشتعال 4 خزانات نفطية تسببت في بعض الخسائر، لكن قوات الإطفاء استطاعت السيطرة على النيران. قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول الأوبك عبد الله البدري إن المنتجين من داخل المنظمة ومن خارجها بحاجة إلى العمل سوية لمعالجة قضية الفائض في مخزونات الخام العالمية، بحيث يمكن لأسعار النفط أن تتعافى وأن يبدأ الاستثمار في حقول جديدة. وقال البدري إنه من الضروري أن تجلس جميع الدول الكبرى المنتجة للنفط من أجل الوصول إلى حل، إذ أن السوق بحاجة إلى انخفاض المخزونات إلى مستويات تسمح بتعافي الأسعار وعودة الاستثمارات من جديد. أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية اليوم هبوط صادرات البلاد 8% في ديسمبر بالمقارنة مع العام الماضي، متراجعة للشهر الثالث على التوالي، وهبطت الواردات نحو 18% في ديسمبر مقابل التوقع المتوسط بتراجع يبلغ 16.4%، ليجعل الميزان التجاري يحقق فائضا يبلغ نحو 140 مليار ين أو ما يوازي نحو 1.18 مليار دولار. نقلت شبكات القطارات الصينية نحو 7 ملايين مسافر أمس في اليوم الأول في احتفالات البلاد بمهرجان الربيع، ويزيد الرقم بمليون مسافر عن مثيله في العام الماضي، بعد أن أضافت السلطات نحو 342 قطارا إضافية. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الوقفة الاقتصادية. البانوراما النيل ما زالت مستمرة مع ريهام الديب ودينا إبراهيم. شكرا مصطفى.
اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في أمستردام لبحث إمكانية مد العمل بضوابط حدودية مؤقتة على منطقة شنغن، والتي أقرت في وقت سابق والتي أقرت في وقت سابق بهدف السيطرة على تدفق اللاجئين على القارة الأوروبية. وقالت المتحدثة باسم المفوضي الأوروبي أن الوزراء بصدد بحث خطوات وقف العمل بالإجراءات المؤقتة والتي تنتهي في مايو القادم أو تمديدها لمدة عامين في حال ما رأى الوزراء أن القصور في إدارة الحدود الأوروبية لا يزال قائما. يبحث الاجتماع التهديدات الإرهابية لأوروبا، ويشهد الوزراء افتتاح مركز جديد لمواجهة الإرهاب ضمن إدارة الشرطة الأوروبية يوروبول. فاز المرشح المحافظ مارسيلو دي سوزا بالانتخابات الرئاسية البرتغالية من الدورة الأولى وفقا لنتائج رسمية بعد فرز نحو 97% من الأصوات. وبحسب هذه النتائج حصل دي سوزا على نحو 53% متقدما بفارق كبير على اليساري المستقل أنطونيو سامبايو دانوفا، والذي حصل على قرابة 23% من الأصوات. من معلق تلفزيوني شهير إلى سدة الحكم، رحلة قد تبدو طويلة، لكن ذلك الرجل مارسيلو ريبيلتو دي سوزا نجح باقتدار وفاز في السباق الرئاسي في البرتغال. أظهرت النتائج فوز دي سوزا الصحفي السابق والمعروف بفكره المستقل بنسبة تتجاوز 52% من أصوات الناخبين، ما يجنب البرتغال احتمال خوض جولة إعادة. فوز دي سوزا مرشح تيار يمين الوسط من شأنه أن يعيد للبرتغال حالة من التوازن السياسي بعد أن كانت قد مالت بشكل كبير ناحية اليسار في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر الماضي. دي سوزا أكد في الخطاب الذي تلا فوزه أنه سيعمل على إحداث حالة من الإجماع ورأب صدع الانقسامات التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات البرلمانية السابقة. كرئيس سأفعل كل ما بوسعي لتوحيد ما تفرق ولتقريب أبناء البرتغال ولبناء الجسور ولعلاج الجراح وتقريب المواقف. سنحارب الظلم ونشجع المصداقية والأمل في المستقبل. منصب الرئيس في البرتغال شرفي إلى حد كبير، لكنه يلعب دورا مهما في أوقات الاضطراب السياسي، وبيده سلطة حل البرلمان وعزل رئيس الوزراء. يجب أن نتمكن من تحقيق النمو بشكل مستدام، أن نخلق وظائف وأن نصحح أوجه الظلم الاجتماعي التي أنتجتها الأزمة، لكن يجب أن نفعل كل ذلك دون تعريض تماسكنا المالي للخطر، فذلك التماسك هو ما ضحى الكثير من البرتغاليين من أجله طيلة سنوات. أقرب منافسي المرشح الاشتراكي أنطونيو سامبايو دينوفوا أقر بهزيمته بعد حصوله على نسبة 23% من الأصوات، بينما حصلت مرشحة الكتلة اليسارية ماريسا ماتياس على نسبة لم تتجاوز 10%. كثير من المحللين السياسيين يستبعدون استمرار حكومة بقيادة اشتراكية لفترة 4 سنوات كاملة، ومن ثم قد يلعب الرئيس الجديد دورا مهما إما كوسيط بين الأحزاب أو حتى يستخدم سلطاته ويصدر قرارا بحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة. والآن نتابع أهم أخبار الرياضة في هذه البانوراما.